ألفونسو طمعه ما زال في بلاد المسلمين، وفي عام 478 هجرية بدأ بالتحرك نحو طليطلة عاصمة المسلمين في وسط الأندلس، وبدأ يحاصر طليطلة، وبدأ يراسل القادر بالله أن يسلم طليطلة. القادر بين نارين، هل يسلمها أم يقاوم؟ طليطلة الآن ضعيفة وأصلا في خلاف، والناس ليسوا على قلب واحد تجاهه. بدأ يستعين بحكام الطوائف، الكل رفض أن يسانده. وفي 15 محرم عام 478 هجرية وافق القادر على تسليم واحدة من أعظم وأحسن مدن المسلمين، طليطلة. لكن أخذ المواثيق والعهود من ألفونسو أنه لا يمس الناس، ولا يمس ديارهم، ولا يمس أموالهم، ولا يعني يمس مساجدهم، فأعطاه ألفونسو كل هذه المواثيق. وفعلا سلمت طليطلة، وما تحرك أحد من حكام الطوائف، الناصر والمعتمد والمظفر وغيرهم، ما تحرك أحد. ألقاب فقط، ليس لهم قوة، كما قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضي فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ما في شيء، بس ألقاب، لم يتحرك ويحاول أن يفعل شيء سوى المتوكل حاكم بطليوس. كان شهما شجاعا، لكن ما يستطيع أن يفعل وهو صاحب جيش صغير. ألفونسو بعدما سيطر على طليطلة، هل فعلا التزم بعهوده؟ كلا. شهرين ثم حول مسجد قرطبة إلى كنيسة، واستبدل منبر المسجد بصنم يعبد. هكذا فعل وهكذا خان، وأخذ يحتل القرى التي حوالي طليطلة. أي مصيبة تلك، سقوط طليطلة. حدث سقوط طليطلة عام 478 هجرية، وهز العالم الإسلامي كله وليس فقط الأندلس. وكنت قد ذكرت لكم أن العلماء لما رأوا أن الأمور بدأت تنفرط، تحرك واحد من أعظمهم هو الإمام الباجي رحمه الله، رأى أن الأمور تسير إلى الهاوية، وهذا قبل سقوط طليطلة. وفي عام 474 هجرية لما شعر بالوفاة بعد 30 سنة من المحاولات الجادة في توحيد المسلمين، شعر بالوفاة، فجمع عدد من العلماء وطلب منهم أن يتوجهوا نحو المغرب لطلب العون من المرابطين. وفعلا تحرك الوفد نحو، أولا نحو بطليوس التي فيها واحد من أفضل حكام الأندلس هو المتوكل، وشاوروه في الأمر، فأجابهم وقال: نعم، لا يمكن إنقاذ الأندلس إلا بقوة موحدة كبيرة، وهؤلاء الحكام حكام الطوائف لا أمل في توحدهم، فلا بد من الاستعانة بأهل المغرب بالمرابطين. وفعلا جهزهم المتوكل، وفعلا تحرك الوفد عام 474 هجرية، وبدأ يستعطف يوسف ابن تاشفين حاكم المرابطين للتدخل في أمر الأندلس. وفعلا وقبل سقوط طليطلة بدأ يوسف ابن تاشفين بالاستعدادات لإنقاذ الأندلس. ما الذي أخر يوسف ابن تاشفين؟ لنبدأ أولا ونعرف من هو يوسف ابن تاشفين، ومن هم هؤلاء المرابطون. المرابطون من البربر، من قبيلة لمتونة، ولذلك يسمون بالمرابطين، ويسمون كذلك باللمتونيين، ولأن البربر سكان المغرب هؤلاء يتلثمون، الرجال يتلثمون، فلهم اسم آخر مشهورون به كذلك، يسمون بالملثمين، فهذه أسماؤهم. كيف نشأت دولتهم؟ قصة لطيفة وعجيبة. في عام 440 هجرية، أمير قبيلة جدالة اسمه يحيى بن إبراهيم الجدالي كان قد ذهب إلى الحج، في طريق عودته توقف في القيروان. القيروان في تونس، عاصمة تونس وعاصمة المغرب العربي، وبدأ هناك يتصل بعلماء المذهب المالكي، واتصل بشيخ المذهب المالكي واسمه موسى الفاتي، وطلب منه، قال: نحن قبائل
ما معنى علماء؟ فأرسل معنا علماء يعلموننا الدين. فأرسل معهم عبد الله ابن ياسين الجذولي، عالم جليل وعابد وفي نفس الوقت شخص واعي بأحوال أمته، فتوجه نحوهم ليعلمهم الدين. ولم يكتفي بهذا، بل أقام لهم رباط. الرباط مثل مخيم كبير، الذي يريد أن يتعلم يتفرغ للعلم يعيش في هذا المخيم. في هذا المخيم، في هذا الرباط، كانوا يتعلمون العلم ويتدربون على الجهاد. فجمع أمر الجهاد مع أمر العلم، وبدأ يوعيهم أن هذا الدين دين عظيم ودين متين، ليس فقط صلاة وصيام، وإنما دين يصلح أمر الآخرة ويصلح أمر الدنيا كذلك. هذا من مزايا هذا الدين، دين هو منهج كامل لحياة الإنسان في كل جوانبها. وفعلا أعجب به هؤلاء البربر، وبدأوا يلتفون حوله، فبدأ ينظمهم ويرتبهم بشكل عظيم، حتى كون منهم جماعة 1000 رجل من العباد العلماء المجاهدين، وسموا بالمرابطين نسبة إلى هذا الرباط الذي كانوا يتعلمون فيه الدين ويجاهدون فيه. وانضم إليهم زعيم قبيلة لمتونة اسمه يحيى ابن عمر ابن إبراهيم، وانضم إليهم كذلك أخو هذا الزعيم واسمه أبو بكر، وأخذوا يتعلمون الدين والعلم والفقه والجهاد. وكان هذين الرجلين كانا مثالا عظيما في الإخلاص والتضحية. في عام 446 هجرية توفي يحيى بن عمر زعيم القبيلة، وتزعم القبيلة من بعده أخوه أبو بكر، واستمر أبو بكر في التوسع وفي ضبط الأمور حتى أنشأ دولة وسميت دولة المرابطين. واستمر أمر هذه الدولة يكبر، كلهم يقودها العلماء العباد العاملين المجاهدين، فدولة عجيبة، ليست دولة كباقي الدول يحكمها أهل الدنيا، هذه دولة يحكمها العلماء. في عام 453 هجرية يحدث أمر صغير ويؤدي إلى أمر كبير. يحدث بين قبائل صنهاجة البربارية خلاف، فيستعين بحاكم المرابطين أبو بكر أن يذهب إليهم لينهي هذا الخلاف. وفعلا يتوجه أبو بكر لحل الخلاف، ويترك وراءه لإدارة الدولة خلال غيابه ابن عمه يوسف ابن تاشفين. ذهب أبو بكر لحل الخلاف بين القبائل، يوسف ابن تاشفين أثناء غياب ابن عمه بدأ يضبط الأمور ويدير الدولة وينظمها ويعيد الترتيبات ويرتب الجيش بطريقة مختلفة. وخلال فقط فترة غياب أبو بكر وعودته، وإذ بالدولة منظمة تنظيم حديث. فتعجب أبو بكر، ما قدرة هذا الفتى يوسف ابن تاشفين على هذا الترتيب العظيم؟ ففعل فعلا نادر بين الحكام في القديم والحديث. قال قولة عظيمة، قال: هذا الفتى أفضل مني في إدارة الدولة. فتنازل أبو بكر وسلم الحكم ليوسف ابن تاشفين. انظروا الفرق بين ما يفعله هؤلاء وبين صراع دول الطوائف في الأندلس، يتنازعون ويأكل بعضهم بعضا، هذا يتنازل طوعا لما رأى من هو خير منه في الإدارة. وتولى يوسف ابن تاشفين دولة المرابطين، وحكم دولة المرابطين، وكان في منتهى القوة والحزم والقدرات الإدارية، كما كان عالما مجاهدا. وتوسعت هذه الدولة التي حكمت بالإسلام الصحيح وبالفهم الصحيح لهذا الدين، توسعت حتى أخضعت المغرب العربي كله، وتوسعت في الشرق حتى وصلت إلى السودان وأخضعت السودان معها، وحكمت بالإسلام وبما أنزل الله تعالى وبالنظام الإداري الحديث، من أعظم الدول إدارة في ذلك الزمان. ثم إنه أراد أن يجعل له عاصمة تتناسب مع قوة الدولة، عاصمة حديثة، فأنشأ مدينة جديدة من لا شيء، خططها ونظمها على أحدث النظم الإدارية، وسماها أغمات، على مسافة 35 كيلو جنوب شرق مراكش، ومنها تطورت بعد ذلك، واختط بعد ذلك مراكش نفسها
ما كانت مراكش موجودة، فاختطها يوسف ابن تاشفين رحمة الله عليه. عندما أنشأها أنشأها أحدث من أغماط، ثم أول ما بدأ به المسجد، وكان يشارك العمال بنفسه في حمل الطين في بناء المسجد. هكذا كان هذا الرجل الفريد. إذن هذا كله في عام 454 هجرية كان اختطاط مراكش. فمن ذلك الوقت كان هو مشغول بأمور المغرب العربي. جاءه الوفد كما ذكرنا من الأندلس بعد هذا بعشرين سنة، عام 474 هجرية كانت دولة المرابطين استقرت ووصلت إلى عزها ومجدها، وما زال يحكمها هذا الرجل الفريد يوسف ابن تاشفين، علم من أعلام المسلمين، اسم يجب أن يخط بماء الذهب وتسمى به المدن والشوارع، اسم نسي في تاريخ الإسلام يوسف ابن تاشفين. نحن نجدد ذكراه ولنرى بطولات هذا الرجل وفضل هذا الرجل على المسلمين. لما وصلته الوفادة من علماء الأندلس بدأ يعد العدة فعلا، ليس لاحتلال الأندلس وإنما لإنقاذ الأندلس من ألفونسو السادس. جهز جيشا وتحرك من المغرب نحو سبتة. سبتة المدينة التي في المغرب العربي مقابل الأندلس، عبر مضيق جبل طارق تكون سبتة. فسبتة في المغرب هي المنطلق، هي الميناء الذي ينطلق منه إلى جبل طارق، يحتاج سفن حتى ينتقل. فوصل إلى سبتة. سبتة يحكمها رجل اسمه سقوت ابن محمد. فيوسف ابن تاشفين بدأ يراسل سقوت، قال لا أنا لا أريد سبتة ولا أطمع حتى في الأندلس، لكن الأندلس بدأت تسقط بيد النصارى. هذا الكلام قبل سقوط طليطلة، طليطلة 478 سقطت، هذا الكلام 476. فبدأ يراسل سقوت يقول لا أنا ما أستطيع أعبر بدون سفن، أنا محتاج السفن، فمهد لي الطريق وأعني. فرفض سقوت ابن محمد، أعطاه المواثيق والعهود، ما نمس سبتة، نحن لا طمع لنا في سبتة، نحن نريد الأندلس. فرفض سقوت وأغلق أبواب سبتة ومنع السفن وجمعها، ولم يعطي سفينة واحدة ليوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين يرى الأمور تنهار في الأندلس، لكن ما هو قادر يعبر، ما عنده سفن كافية تعبره، والمعركة خطيرة ومهمة ولابد من الإعداد لها، وهذا واقف أمامه في الطريق. وبدأت المفاوضات والمراسلات مع سقوت، وسقوت يصر إصرار شديد على منع يوسف ابن تاشفين. طبعا عشان تبني سفن تكفيك تحتاج كذا سنة، والسفن بيد هذا. عندها اجتمع العلماء، علماء المغرب، وتشاوروا في هذا الحدث. هم يرون الأمر بهذه الصورة. لما وصلت الأخبار عام 468 سقوط طليطلة في الأندلس، تلك المصاب العظيم، اجتمع علماء المغرب وأصدروا فتوى من أقوى الفتاوى، فتوى أحلوا بها دم سقوت الذي كان وقوفه وامتناعه سببا في سقوط طليطلة. لو عبر يوسف ابن تاشفين ما سقطت طليطلة. فعندها صدرت هذه الفتوى، وبناء على هذه الفتوى تحرك يوسف ابن تاشفين وقاتل سقوت ابن محمد، وفعلا استطاع أن يهزم سقوت ابن محمد ويحتل سبته، وأخذ يعد العدة الآن للانتقال من المغرب إلى الأندلس. ويحدث أمر عجيب آخر، الآن هو مستعد للانتقال، عند السفن يقوم حكام الأندلس في المدن الجنوبية بإصدار الأمر بمنع المرابطين من العبور إلى الأندلس. يعني أنتم ترون طليطلة سقطت والدور سيأتي عليكم، خائفين من المرابطين أن يأخذوا منهم دولتهم. عندها بدأ يوسف بن تاشفين يخاطبهم، يرسل لهم رسل ويعطيهم المواثيق، والله ما أريد شيء، ما أريد دولكم ولا أريد أموالكم، كل الذي أريد أن أفعله أن أكسر شوكة ألفونسو وأرجع، ولن أبقى في الأندلس. وتحت هذه المراسلات تحرك المعتمد وبدأ يخاطب بعض حكام الطوائف من حوله، فأرسل إلى المتوكل صاحب دولة بطليوس، والمتوكل كما ذكرنا من أفضل الحكام في الأندلس. راسل أيضا صاحب غرناطة
ابن ماكش وقال لهم ارسلوا لي وفودكم. فكل واحد قال ارسلوا لي وفود مفوضة بالتصرف، فكل واحد ارسل القاضي الذي عنده. فاجتمع القضاة ابو اسحاق من بطليوس والقليعي من غرناطة وابو بكر بن ادهم من اشبيليا التي فيها المعتمد. وحضر هذا اللقاء الخطير الوزير ابو بكر بن زيدون. وتحاور العلماء ورأوا ان الحل الوحيد لانقاذ الاندلس هو بوجود قوة كبيرة تحميها من الفونسو، ولو كانت هذه القوة تطمع في حكم الاندلس لا مانع، لكن هذا خير من ان تقع الاندلس بيد الفونسو. واتفقوا على ضرورة دعوة المرابطين، وارسلوا قرارهم هذا الى المعتمد. هذا القرار قد يكون معناه زوال حكم المعتمد، فماذا يفعل المعتمد؟ اخذ يفكر ثم قال كلمة مشهورة، قال رعي الجمال خير من رعي الخنازير، ووافق على مجيء المرابطين وراسل المتوكل وأخبره بالقرار. فوافق المتوكل فورا وكان من الصالحين الذين يرون ضرورة الوحدة، وراسل صاحب غرناطة فوافق كذلك. فاتفقت كلمة حكام دويلات الأندلس الجنوبية على السماح للمرابطين بالعبور، وفعلا انتقل وفد القضاة إلى المغرب وعبروا البحر والتقوا مع ابن تاشفين وأبلغوه بقرارهم وبدعوتهم له أن يعبر مضيق جبل طارق وينتقل إلى الأندلس ليحميهم من ألفونسو.